للحديث أكثر عن الوضع الاقتصادي في العراق بعد تصريحات البنك الدولي عن حالة العجز المالي خلال الفترة المتبقية من العام، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الأستاذ الدكتور طارق الأنصاري. دكتور، مرحبا بك. وزارة التخطيط تقول إن آلاف المشاريع المعطلة بحاجة لمبلغ 126 تريليون دينار لإكمالها، والبنك الدولي يؤكد أن العراق سيواجه عجزا تمويليا حادا قد يصل إلى 19% خلال العام. يعني نتساءل عن السياسات المتبعة من الحكومة، إلى أي مدى يمكن أن تسد هذا العجز؟ شكرا جزيلا ولقناتكم الكريمة وللمشاهدين. أعتقد هذا التقرير لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، هو المعنى البنك الدولي بهذه التقارير، لم يكن موفقا بالدقة الكاملة في موضوعة الاقتصاد العراقي بسبب الإجراءات الضعيفة اللي موجودة وعدم وجود الإصلاحات. المشكلة بالاقتصاد العراقي إنها مشكلة متأصلة متجذرة، وبسبب المنظومة الاقتصادية الهشة وعدم وجود رؤى واضحة في توظيف الإيرادات وتسيير شؤون المال وتأمين إيجاده، مما أحدث هذه الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي بعجز تمويلي يقدر أكثر من 20% وليس 19%، وإن عدم اتخاذ تدابير مبرمجة لضبط الأوضاع المالية سوف يتسبب بكارثة اقتصادية وسوف تحد من قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات والتعافي الاقتصادي، حيث بلغ في نهاية عام 2019 عجز الموازنة 45 مليار دولار يقابلها 48 مليار دولار رواتب موظفين وليس نفقات سيادية وأخرى. وهذا العجز في السبب هو زيادة في الإنفاق الحكومي يقابلها مستوى متردي من الإيرادات المتحققة التي أوصلت إلى عجز يقدر بحدود 40 مليار دولار. الحقيقة أوضح البنك الدولي، البنك الدولي أوضح بأن الإيرادات المتوقعة 79 مليار دولار على مستوى استقرار سعر النفط على 56 دولار، وهذا الرقم هو رقم مخطوء وليس صحيح لكون معدل استقرار سعر النفط على الأقل إلى نهاية السنة لا يتجاوز 48 دولار، أي 62 مليار دينار، فسوف تزداد هذه الفجوة إلى أكثر من 30% لتمويل العجز في الموازنة، مما أدى العراق تتجه إدارة الاقتصاد العراقي الهشة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، لأنها في سنة 2019 بلغ 27 جهة اقتراضية أثقلت كاهل الموازنة العراقية وأدت إلى هذا التخبط. أيضا قروض تنوي الحكومة أخذها يعني في المستقبل القريب، ربما يعني إلى أي مدى ترى أنها ستحل المشكلة، أو بطبيعة الحال هي لا تحل مشكلة، هي يعني بحسب حتى التقارير الدولية أنها تؤدي إلى عجز تمويلي حاد للعراق، ولكن على المستوى الاقتصادي المواطن العراقي كيف سيتأثر بهذا الإجراء الحكومي؟ التأثر للمواطن العراقي راح يتأثر تأثرا كبيرا، وعملية الاقتراض الخارجي وليس الداخلي هي عملية مخطوعة سوف تضع الاقتصاد العراقي في المنطقة الرخوة، أي في منطقة السوف ستيت. هذه المنطقة إذا وقع الاقتصاد العراقي فهو ليس على حافة الهاوية وإنما وقع في الهاوية، فعليه إيقاف الاقتراض الخارجي لأنه سوف يثقل كاهل الموازنة، إن كانت أكو موازنة، لأنها الموازنة العراقية لسنة 2020 لحد الآن لم تعد وين أعدت، فسوف تكون جداول انفاقيه فقط وليس هنالك جداول للتنميه واحتساب الناتج المحلي او الناتج المعوقات القومي. ما هي المعوقات دكتور امام يعني التصديق على الموازنه، ونحن يعني وصلنا الى الربع الاخير من العام ربما؟
أصدر قبل أكثر من شهرين تخفيض تصنيف الائتمان العراقي إلى بي سالب، أي بمعنى أنه تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا تؤخذ بنظر الاعتبار لكل من يدير إدارة الاقتصاد العراقي، مما أوقعه في هذه الهاوية وهذا العجز المالي الكبير الذي يسبب بسببه فوضى القوانين وتداخل الصلاحيات وعدم وجود الرقيب المالي على حركة وأداء الاقتصاد العراقي وكفاءته. ربما أصبح يعني انهيار الاقتصاد في العراق و ترسيخ الفساد في مفاصل الدولة يعني شعارا تتخذه الحكومة تلو الأخرى في العراق للوصول إلى سدة الحكم، ومن ثم بعد ذلك يقومون بالاقتراض الخارجي لإثقال كاهل العراق وحتى أجيال العراق. بعض النواب يقولون أن إعادة الأموال من جيوب الفاسدين تكفي ربما أو ستكفي فعلا لإعمار المناطق المدمرة وكذلك إنقاذ الاقتصاد العراقي. إلى أي مدى ترى أن الكاظمي قادر على المساس بأموال من ثبت انخراطهم في عمليات فساد؟ سيد العزيز، شوف بمثال بسيط واحد. صراع محتدم، شوف باوع، صراع محتدم ما بين مجموعة شركات نافذة العراق وشركات الكيكارد، أدت إلى حرمان 1.5 مليون متقاعد عراقي لم يستلم راتبه التقاعدي لحد الآن، وهم مثقلون بالأمراض ومثقلون بالديون. شوف، بسبب الفساد، مبلغ الفساد المتوطن في دول الجوار وفي في 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 أوروبا بلغ 384 مليار دولار، وهذا المبلغ يكفي لبناء الدولة العراقية وإنقاذ العراق من حالة الفقر إلى حالة الرفاهية، أي باستخدام اقتصاد السوق الاجتماعي الذي لا ينتبه عليه أغلب المسؤولين، لأن هذا الموضوع يؤثر بشكل كبير على موضوعة الفاسدين وحوت الفساد اللي موجود بالعراق والمتأصل، ومع الأسف لحد الآن لم يتخذ أي إجراء باتجاه الفاسدين، في حين هنالك أرقام دقيقة وموثقة موجودة لدى البنك الدولي ولدى الخزانة الأمريكية وبالأسماء والمبالغ التي مودعة. في مدينة واحدة على حدود ألمانيا، هذه المنطقة اللي هي حوالي 30,000 مواطن يعيش بها، أكو هنالك بنوك تستقبل الأموال المغسولة في هذه البنوك اللي هي 100 مليار دولار عراقي موجودة الآن في هذه البنوك، لماذا لا تفتش عليها الدولة العراقية لغرض جلبها؟ وهذه أموال وقوت الشعب العراقي. لماذا لا تفتش عليها الحكومة برأيك؟ نعم. دكتور إذا سمعتني، يعني من وجهة نظرك لماذا لا تفتش عليها الحكومة هذه الأموال؟ هذه الحقيقة، شوف أنا ما حبيت أن أدخل في موضوع السياسة، ولكن عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب، الفقر في العراق أكثر من 40% و 35% عاطلين عن العمل، وعزوف الكفاءات العراقية وهروبها إلى الخارج، هذا هو السبب اللي على الحكومة أن تفتش عنه، عن الكفاءات العراقية، أن تفتش على المال، على المال المسروق، أن تفتش على فرق السعر في مزاد البنك المركزي العراقي، مزاد الدولاري اللي هو ما بين فرق السعر المعلن من البنك المركزي والسوق الموازي اللي بلغ 190 مليار دولار ذهبت لجيوب الفاسدين بفواتير مزورة دخلت إلى جيوبهم ومستثمر هذه الأموال في دول الجوار. شكرا جزيلا لك الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الأستاذ طارق الأنصاري، شكرا لك.